ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضع، كل إعادة فإفادة. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين اش ظهر لكم في هذه التنبؤات، واش كتيقوا بهم؟ وهذو اللي دايرين فيها علماء وما غير ظلمة، كيقول لك غدا غيضرب زلزال لا تسونامي. غنسمعوا الرأي ديال المواطنين اش غيقولوا على التنبؤات، واش كيتيقوا بهم ولا لا. أجيو معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذي بخير. الله يعزك. اشنو بان لك في هاد التنبؤات اللي دايرين فيها علماء وما ظلماء، كيقول لك حقا غدا غيهيج البحر، غيعاود يضرب الزنزال، لا حقا غتجي تسونامي، واش انت كتيق بهذا الشيء؟ والثقة بالله سبحانه وتعالى، هو اللي قادر على الكون ديالو. وهاد الناس هادو اللي كيتنبهوا، لو كان عندهم إحساس وضمير غيمشوا على القرآن الكريم، فيه تفسير جميع الآيات، لأن كيقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوق كل دي علم عليم وما أوتيتم من العلم إلا القليل. يعني هذه راه آية لأولي الألباب، يعني العقول. الناس تقى شوية الله، فهمتي، وما تفتنش بعضها البعض، وراء العلم لله. ورسالة لذوك الناس اللي كيتيقوا التنبؤات هذو؟ اش غنقول لك، ان العقل ديال الانسان تيكون شوية ما متحكمش فيه. الايمان كيكون ضعيف. ماشي ضعيف، لو كان ضعيف غادي نعذروه، ولكن العقل هو القلب، يمشي للمنطق القلب، ما العقل كيبقى سارح في الخيال سابح. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى التوفيق. الشيء اللي بالامر ديال الله سبحانه وتعالى، ما كاين شي حاجه الا بالامر ديال الله سبحانه وتعالى، ما كاين حتى شي حاجه. انت ما كتيقيش بالتنبؤات؟ لا لا، هاد الناس اللي تيهضروا تيقولوا هاد الكلام ما كتيقش بهم انا، حيت الله سبحانه وتعالى ما عطانا ديك البركه النهار الاول، ما تخلعناش وشاهدنا وطلبنا الله سبحانه وتعالى ودرنا تاكلنا في الله سبحانه وتعالى. وشنو الرسالة ديالك لهاد الناس اللي كيتيقوا بالتنبؤات؟ تنقول الناس ما تخلعوش وما تخافوش، وعمروا قلبكم بالله سبحانه وتعالى. خاص الإيمان يكون قوي. الله اللي كاين، الله اللي مرسل لنا الله شي حاجة، ما كاينش اللي غادي تقرب لنا وما كاينش اللي غيدوز علينا. ونعم بالله، تحيات. كيسماو حتى هما كذلك عرضة للتهلكة. ما عندهمش واحد التركيز، قالوها نديروها. ما عندهمش الايمان قوي. نعم، ما عندهمش ايمان وما عندهم ري، لان كون عنده الري كون دار الري ديالو. نعم، هو دار الري ديال العلماء. ماشي علماء هادو، ظلماء. لا، كيسمى كهانه، تكهنات، بان غيطرى ما غيزرى. اما العلماء عارف بان كيفاش هادشي راه غادي بواحد المستوى اللي هو علمي ديال الله تعالى سبحانه. اما الكهنه تيقولوا بحال الشكل. وشنو الرساله اللي توجه لهاد الناس اللي كيتيقوا التنبؤات؟ لا، ماشي الناس اللي بعد الناس، بعد الناس هما اللي، ماشي التنبؤات ديال الكهنه، التنبؤات ديال الكهنه. هذوك بعد الناس، شي رساله توجه لهم؟ اللي توجه لهم وهو ان الانسان راه غادي يموت كيف ما كان الحال، وراه غادي يعاود يبعث كيف ما كان الحال. من الأحسن أننا نعيش مطمئن ديال الحياة، وكذلك غادي نموت وغادي نبعث. المهم نعيشوا مطمئنين. عيش مطمئن، يعني كيف ما كان الحال غتمشي. كيف التنبؤات هذ اللي كيديروا فيها علماء، وكيقول لك حق الزنزال غيضرب لنا، تسونامي غيضرب لنا، نهار فلاني غيجي غيهيج البحر، اش بان لك في هذ التنبؤات هذو؟ أكبر كذبة. احنا مسلمين ما كنامنوش، الغيب كيعلم به الله عز وجل. يقولوا شي واحد غيقول لي يجي تسونامي ولا يجي الزنزال، كذبه. دابا ذاك الهولندي عرف الاماكن اللي كيجي فيهم الزنزال، الله قدر، وما قالش المكان وما قالش الزمان، فهمتي. واحد النهار ان جو غيجي لو ترومبلومون دو تيغ، فين والساعه ما يعرفهاش. اللي كيامن بهاد الناس هادو لقد كفر بما انزل على محمد، حيت حتى الشيطان كيبغيو يطلعوا السما يسرقوا السمع، كيترجموا جعلنا نجوم ورجوم للشياطين. كاين شي حوايج كاينين اللي قدر يتنبؤوا، مثلا الشا، مثلا الرعد، الريح، هذوك كاين رادارات، كاين اقمار اصطناعيه. اما بحال هذا الشيء علم من هنا 3 شهور 4 شهور، عام، عامين، 5 سنين، داك الشيء كيبقى في علم الغيب، لا يعلم الغيب الا الله. باش غادي نقول لك، هادو اللي كيديروا التنبؤات الغيب كيعلم به الله، وهادو اللي كيديروا التنبؤات هما كون كانوا يديروا التنبؤات كانوا يعلموا الناس قبل، وما يديروا احتياطات ديالهم. علاش غيخليو قبل ما يضرب الزنزال؟ علاش غيخليو الناس حتى تموت وحتى يطيحوا بزاف د الحوايج، يكونوا بزاف د الخسائر عاد غادي يقولوا لينا.
فهما اللي كانوا بصح كيعلموا الغيب وكيقولوا التنبؤات، فيعلموا الناس قبل باش دير احتياطات ديالها، علاش يخليو الناس تموت؟ واش بان لك في هاد الناس اللي كيتيقوا التنبؤات هذه؟ و كل واحد الناس عقليه ديالو محدوده، كل واحد والايمان ديالو، كل واحد والايمان ديالو.